والآن إلى جامعة بئر السبع، حيث قررت لجنة الطاعة إصدار حكم التوبيخ على الطالبة وطن ماضي، والتي اتهمت باستخدام بيت شعر للشاعر محمود درويش، وذلك خلال نشاط إحياء ذكرى النكبة بمبادرة من الطلاب العرب في الجامعة. وتخشى الحركات الطلابية من أن هذا القرار يهدف إلى تقييد العمل السياسي للطلاب العرب في الجامعات. للحديث عن هذا القرار الذي أصدرته الجامعة تنضم إلينا الطالبة التي صدر القرار بحقها بالتوبيخ، وهي وطن ماضي. مساء الخير وطن. مساء النور لك ولجميع المستمعين. إذن أولا أذكري لنا ماذا كان بيت الشعر الذي ذكرت فيه كلمة الشهداء ولاحقتك عليه ناشطة من حركة إمترتسو واستجابت لها الجامعة، جامعة بن غوريون، كيف تقرأين هذه الاستجابة؟ لن ننسى الشهداء الذين أخصبوا وحدة الأرض والشعب والتاريخ. هذه هي الجملة. نعم. والآن حدثينا كيف ترين استجابة الجامعة لملاحقات ناشطة من حركة يمينية، وهي إمترتسو، يمينية متطرفة، لكن لقول هذه الكلمة، ولم يقبلوا أيضا التفسير الذي طرحته لكلمة الشهداء القابلة للتأويل على أكثر من معنى. أنا برأيي استجابة الجامعة ممكن تفسر بمفهومين. أولا هي شراكة مع حركة إمترتسو والحركات اليمينية الأخرى في الجامعة، فعموما الاستجابة هي عبارة عن موافقة على هذا النهج الهش بمحاولة تخويف وإسكات وإخضاع وكم أفواه الطلاب العرب واليساريين عموما في كل الميادين، وخاصة في الأحرام الجامعية وبالأكاديمية. وثانيا هي عبارة عن خضوع، أنا ممكن أفسرها بمفهوم الثاني كخضوع الجامعة لهذه الحركات الفاشية، وبرأيي هذا بنم عن خوف وعن جبن من قبل الجامعة، بدلا من توفير حيز اللي فيه تحترم حرية التعبير عن الرأي، بل وتعزز وتطور. فهذا برأيي استجابة الجامعة على وطن. هذه ليست المرة الأولى التي يتم ملاحقتك بها بسبب نشاطاتك، كان هناك أيضا ملاحقة بسبب أنت وطالبة أخرى بسبب نشاط قمتم به في عندما استشهدت الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلي. هل تعتقدين أيضا أننا في ظل هذه الحكومة اليمينية المقبلة قد تكون لها تأثيرات على نشاطكم كطلاب جامعيين؟ باعتقادي أنا تصاعد الفشي بالسنوات الأخيرة بشكل عام بوتيرة حادة، وبالإضافة لأحداث أيار 2021 بهبة الكرامة، هذول برأيي إنهن عامل مهم ومؤثر على تغير نهج الجامعة وتعامل الجامعة معنا كحركات طلابية وكنشطاء سياسيين في الجامعة. ومهم جدا توضيح فكرة إنه الأحداث اللي صارت في جامعة بن غوريون، وقفة الشهيدة شيرين أبو عاقلي وأحداث النكبة، هي حدث فريد من نوعه، أول مرة بحدث في الجامعة. فرد الجامعة علينا بهذا التطرف وبهذا العنف هو ببساطة رد فعل للفعل أو للزخم اللي عملناه واللي خلفناه وراءنا في الأحداث اللي عملناها. نعم، كان هناك ثلاثة قضاة اشتركوا في اتخاذ قرار التوبيخ، كان هناك إمكانية الطرد أيضا، كنت معرضة لهذه القضية. ماذا قرار التوبيخ؟ كيف سيترجم على أرض الواقع بحقيقي؟ اولا انا بفكرش انه راح يترجم فعليا على ارض الواقع ضدي، لانه اولا احنا لا نسمح بهذا الشيء. ثانيا احنا حاليا في مرحله تقديم استئناف لمحكمه الطاعه الجامعيه، وفي حال عدم تخطي هاي المرحله واصرار الجامعه على عدم قبول راي وقبول هذه القضيه، فبالتالي احنا راسا راح نتوجه للمحكمه العاديه مش راح نصل لمرحلة إنه يتم بالفعل هذه العقوبة. لكن العقوبة هي بشكل عام التوبيخ، هي عبارة عن تعقد جلسة اللي فيها يتحدثوا معي ليش عملتي هيك وممنوع كانت تعملي هيك، توبيخ أكثر توبيخ من معاتبة، ما لهمش يعاتبوني، بس لكن توبيخ. نعم.
في سأخذك قليلا إلى السياسة. في الكنيست الأخيرة انتخب عضو الكنيسة الموك كوهين، وهو يعني كان من النقب، يبدو على وجهك أنك تعرفين من هو. هو الآن عضو في حزب إيتمار بن غفير، والموك يأخذ كل النشاط في الجامعة وفي النقب أيضا ضمن اهتماماته الشخصية. هل تعتقدين أن خوف إدارة الجامعة يأتي من الوجود البارز للموك كوهين في النقب؟ ممكن جدا، يعني بعيد على فكرة التطرف الفاشي في السنوات الأخيرة ووصولها للحكم، يعني ممكن جدا انه يكون له تأثير على قرارات الجامعة. وانا يعني بعيد برضو على نفس النقطة انه هذا يعني بنم على خوف وجبن وشراكي بهذا يعني بالساحة السياسية الإسرائيلية، يعني وكل ما فيها من تطورات، يعني ومنها وجود يعني ابن بير السبع، ابن الهاي اللي هو حاليا عضو كنيسة متطرف جدا. فممكن جدا انه يكون فيه له تأثير على قرارات الجامعة وتعامل الجامعة وكل هاي الأمور. طيب، وطن سؤالي الأخير، هل كل هذه الملاحقات الشخصية لك، هل يمكن أن تقودك لدراسة عدم المشاركة مستقبليا بهذه النشاطات؟ بالمرة، يعني هذا النشاط، يعني أنا يعني بدوري الآن أيضا كسكرتيرة الجبهة الطلابية في الجامعة، أنا علي يعني مسؤولية تحفيز الطلاب وعدم تخويفهم. يعني أنا شخصيا يعني فاهمة وعارفة يعني كل هاي محاولات التحريض هي محاولات هشة، هي محاولات لأنه هذا هو الكرت الأخير اللي بإيدهن، اللي بيقدروا فيه يسكتونا ويعني ويخلونا نخضع للأمور اللي هن بدهن إياها. لكن إحنا على دراية إنه الحق بإيدنا، وصاحب يعني صاحب الحق لا يهزم يعني. فبالتالي لا، هذا الموضوع ما بردعني عن النشاط السياسي والاجتماعي في الجامعة وبريت الجامعة يعني. وطبعا في وراي دعم من إن كان من الحزب، إن كان من الطاقم الأكاديمي اليسار الموجود بالجامعة، من جمعية حقوق المواطن اللي حاليا مرافقتني في كل المسار القضائي. طيب وطن ماضي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات في القضية، استمري.